معنا يونس من السويد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضل. ليلاحظ المشاهدين من يتهرب، هؤلاء الذين يدعون يريدون أن يناظرون علماء الشيعة وكبراءهم وهم يهربون من عوام الشيعة. هؤلاء الذين لا يسمحوا حتى لعوام الشيعة بالكلام. طيب. يقول الإمام الصادق فيما تريد أن تتناظر فيه أخي يونس، أخي يونس فيما تريد أن تتناظر فيه، اطرح أي مسألة أصل في أصول دينك وقل والشيخ جاهز، تفضل. طيب. الشيخ الآن الواصفي أقام أكثر من 20 حلقة مع شخص لا يمثل التشيع. لا لحظة لحظة، اسمه يونس؟ يا يونس. يونس. نعم. هل تريد أن أبدأ معك النقاش؟ أنا أنت شخصيا تريد تريد أن أتناقش معك؟ نعم أنا جيد ممتاز ممتاز. لحظة طيب لحظة شوي لحظة لحظة شوي شوي أنت عالم خليك لحظة شوي طيب لحظة شوي نعم. ما هي أصولك التي إذا اختلفت أنا وأنت نرجع إليها؟ تفضل. واحد. أنا أصول هو القرآن. أيوة واحد، القرآن الكريم عن المعصوم. القرآن الكريم لحظة، هذا القرآن الكريم جيد. اثنين. السنة الواردة عن المعصوم، والمعصوم هو النبي أو الأئمة الاثنى عشر. السنة هذا الذي أرجع له. جيد خلص على واحدة واحدة. السنة المأخوذة عن المعصوم. طيب القرآن الكريم الذي يفهمه الناس جميعا أو القرآن الذي يفهمه أهل البيت بس؟ القرآن الكريم به به ظواهر وبه باطن. لا أنا أتكلم الباطن الباطن يا أستاذ يا أستاذ يونس، هل الباطن الناس مخاطبون به أم غير مخاطبين به؟ طبعا مخاطب، وكل يفهم على قدره. جيد جيد ممتاز. أنزلنا من الماء أنزلنا من السماء. يا أستاذ يونس يا أستاذ يونس أنت الآن دعني أكمل فكرة عندما لا هو مش السؤال. قضية خطبة جمعة. لا لحظة معي، أوصلنا الفكرة شيخنا. لا. يا أستاذ يونس يا أستاذ يونس نعم يعني نعم. الشيخ يسألك يعني ما يفهمه الناس جميعا ولا الباطن نحن نطالب به؟ شيء باطني الناس غير مطالبين به طالما انه باطن ومدفون ولم يبلغنا به الله ولا المعصومين ولا ذي غير ذلك. الان يعني كلام الشيخ يا اخي يونس، كلام الشيخ خالد بس عشان نتفق على مرجعيه، كلام الشيخ خالد اننا نفهم القران كما فهمته الامه طبقا للغه العرب، طبقا لتفسير القران بالقران، طبقا لقواعد التفسير نفسها. طيب تتفق على هذا عشان بس نختصر لان في مشاهدين كتير. ها نتفق. انا طيب. اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اصل اصول الاماميه بعد اذنك يا اخي يونس. نبدا لاصل اصول الاماميه. هاتي ايه محكمه من كتاب الله تعالى تقول بامامه المعصومين الاثنى عشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. قبل انا لا الايات كثيره، الايات لا تعد ولا تحصى ولكن لا تلف ولا تدور. نحن تركنا لك المجال لتتهمنا وأننا نمنع الاتصالات وهذا كذب ومحض افتراء. أنت معنا من العوام والشيخ عالم جليل، نسمح لك بمناظرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لي آية محكمة قطعية الثبوت والدلالة كما فهمتها الأمة مليار ونصف مسلم تفسيرا وكما دونت في كتب التفاسير المعتمدة تقول أن هناك 12 إماما بأسمائهم. الأول آية تدل على 12 إماما، ثم آية تدل على أن عليهم بأسمائهم من القرآن، لأننا مش أؤمن بسنتك ولا أنت تؤمن بسنتي. مش هنرجع تاني للجدل العقيم اللي نقول يعني سنة أهل البيت وكيف وردت عن أهل البيت ونرجع في السند وصحة السند والمت. تمام. عندك آية محكمة من كتاب الله تدلل على أصل أصول الاثنى عشرية، نحن معك وإلى ما شاء الله. طيب 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 انا اقول لكم سبحان الله. فضل. هذا اسلوبكم في النقاش لا ينفع عندما تحصرون شخص. هذا ليس اسلوبنا يا اخي يونس، هذا منهج القران مقابل واحد. هذا منهج القران في تاصيل اصول الدين. دعني اقول ده مش اسلوبنا يا شيخنا، ارجع لمرجعياتك ومعمميك وفقهائك ومجتهديك. هذه منهجيه القران الكريم ومنهجيه الله في اثبات الاصول. دعني أكمل. أنا متفق معاك الآن أن القرآن والسنة الواردة عن المعصوم، لكن لا تدعوني أكمل الآية. قلت لك مئات الآيات، ولكن بما أن الشيخ كان يتكلم عن آية أقرأ الآية وأفهم الشيخ آية إيه؟ آية إيه؟ آية إيه؟ تطهير. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا راجع الأخ الواصبي لحظة أنا اسمي الوصابي بدون لمز وبدون طعم.
أنا آسف لم أقصد، ولكن هذا يعني هل يوجد طعن في الواصل بما لا لا لحظة لحظة بدون لمز وبدون طعن، الأسماء تقال خالد الوصابي. حياك الله يا خالد الوصابي وهداك الله لطريق الحق. جيد، السؤال لك أنت من الأستاذ محمد صادق. أكمل. جيد، لا لا لحظة، أنت ذكرت آية التطهير. احنا عايزين الإمامة. هل هذه الآية تدل صراحة على الإمامة ولا على العصمة؟ جاوبني أحد الجوابين بدون تطويل. دلالة على العصمة، والعصمة هي دلالة على الإمامة. ممتاز. لأن العصمة والإمامة لا تفترقان. لا تفترقان، ممتاز، الله يهديك. طيب جميل، إذا فاطمة رضي الله عنها داخلة تحت هذه الآية ولا خارجة منها؟ فاطمة الزهراء عليه السلام درجتها عصمة ولكن أعلى من الإمامة. أنت قلت العصمة والإمامة لا ينفكان الآن. الآن. الآن قلت الإمامة والعصمة لا ينفكان، فكيف فاطمة عصمت وليست إمام؟ تفضل. الحجة والعصمة بمعنى واحد تقريبا، قول الإمام الحسن العسكري. دعنا أجيبك. لا 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 تجيبني كما تريد أنت. معصوم. أنا قلت لك معصوم. أنت قلت قبل قليل العصمة والإمامة لا ينفكان، هل فاطمة معصومة وهي غير إمام؟ تفضل أخي يونس. أستاذ يونس أنت معنا؟ لعله. طيب مشاهدي الكرام، مع الأخذ في الاعتبار أن سؤالي دلل على الإمامة أولا، هو ذهب إلى صفات الأئمة، فالمفروض أنه هو يأتي بآية ويثبت العرش قبل النقش كما قلنا على مدار حلقات الكلمة السواء. ثبت الإمامة. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الله يخليك. بخير الله يخليك أخي فهد، تفضل. وسلامي الشيخ خالد الوصابي الحبيب. حياك الله، اهلا وسهلا بك. الله يسلمك، انا من المتابعين لك في قناه المستقله، الله يخليك ويديك. بارك الله فيك، حفظك الله. بس اريد مو شغله شخصيه او مجادله شخصيه، مجرد بس اريد اثبت النقاط على الحروف. بالنسبه للمتصل قبل شويه اسمه يونس، اللي هو مو اسمه يونس، هو سائر الدراجي، اريد هذا اثبته. نعم. سائر الدراجي هذا وهو معروف يقول ان كل ما في هذا. نعم. الذي اتصل قبل قليل هو ثائر الدراجي. نعم 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 يا اخي فهد، انا اعرفه جيدا بس ما رضيتش يعني اعظم من شانه. خلاص حفظنا سائر، فبالتالي اردنا ان نناقشه، وانا اعلم اقسم بالله من الاتصال انه سائر الدراجي من بدايه المكالمه. طيب هو يعمل نفسه انه هو كذوب. خلاص يعني كذوب كذوب. تفضل اخي فهد. تفضل. نعم. بس مجرد البيان، انتوا اول شيء قلتوا له مرجعيتنا الاولى القران الكريم، شلون مرجعيتكم الاولى القران الكريم وسائر الدراجي يقول نصا ومسجل عليه ان كل ما في كتاب الكافي صحيح ومقطوع بصحتها، ومضامين الكافي مقطوع بصحتها ويباهي هذا، يعني هو يتباهر هذا. وفي الكافي في الجزء الثامن، هاي هديه من عندي لكم، في الكتاب الكافي الجزء الثامن الروضة من الكافي صفحة 50 تقول ما نصه رواية عن أبي عبد الله، طبعا حاشا أبي عبد الله عن هاي الروايات. تقول قلت عن أبي عبد الله قال قلت له قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قال فقال إن الكتاب لن ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله هو الناطق. إلى أن يقول حياكم الله. حياك الله شيخي، أهلا وسهلا بك. كيف الحال؟ حياك الله يا شيخ خالد. الله يحفظك بارك فيك، اهلا وسهلا بك. خير حياكم الله. الله. وين ضيفكم ارى الكرسي صاغر؟ سد اذنيه ثم غادر. سد اذنيه فعلا. كان منظر جميل جدا. طيب حياكم الله، انا عندي بعض التعليقات. تفضل. اولا سائر الدراجي سالته سؤالا وودي اذا داخل أن تلزموه بهذا السؤال. تفضل. هو اعترف بأنه يعتقد نعم بأن المهدي إذا ظهر يأتي بكتاب جديد. اسمع يا الجدع، ها شلون تعادي الشيعة؟ ها شلون تعادي الشيعة؟ وما ترضع بس كبار، شلون تعادي الشيعة؟ وما ترضع بس كبار، شلون تعادي الشيعة؟ وما ترضع بس كبار، شلون شيعة واسمنا رافضة، نعدل الماء ونرد الحقوق، نعدل الماء ونرد
الشيعه.